هي 3 مليارات شبكة متخصصة في التحايل، كيف تم الإيقاع بها وشنية تفاصيل العملية هذه؟ سعيدة جدا باستضافة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين سي الأسعد الحر. مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا سي الأسعد. مساء نور مدى، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة تسكيرتان إذا عاد ديوان أفهم ديوان أفهم. شكرا لفضلك، مرحبا. شكرا العفو. شكرا العفو. مرحبا سي الأسعد، شنية الحكاية؟ وين صارت بالضبط؟ في مدنين وعشرين عقار تقريبا، شو ما أنواع العقارات هذية والشبكة هذية شنو قاعدة تعمل؟ هي الحقيقة أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاث أشخاص من أجل تكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. صورة الواقع تتمثل في تقدم مواطن إلى النيابة العمومية بشكلية في التحيل، فأذنت بحالتها إلى فرقة أمنية للبحث والمراجعة، وتبين من البحث أن المتهم الرئيسي قام بالتحيل على المتضرر بإيهامه بإبرام عقود بيع في عقارات لك تعرف مدى منها المسجلة مع عقارات مسجلة والغير المسجلة، والتي اتضح في الأخير بأنها على ملك الغير، وأن كل العقود هي وهمية ومزيفة، وبدل من أجلها المتضرر مبلغا ماليا كما قلت ومدام يقارب 3 مليارات. وبتعميق البحث تبين بأن المتهم ينشط في إطار وفاق إجرامي مع الأسف مع موظف عمومي ومتهم آخر. مع موظف عمومي يعمل في إطار العقارات، ما عنده علاقة معتها بالتسجيل والحكاية هذوم. أي بالضبط في ديوان قيس الأراضي. أي وما بتبيع حتى المتضرر نصيحة قانونية تنجم تكون حتى ومضة قانونية توعوية أكثر من قانونية. أي بأننا نصبوا بأن في إبرام عقود البيع في العقارات المسجلة يجب التثبت وإبرامها لدى ذوي الاختصاص التي نص عليها القانون السعودي، هم المحامين من غير المتمرنين اللي يكونوا لدى الاستئناف او التعقيب او عدول الاشهاد او محرري العقود لدى اداره الملكيه العقاريه. نصيحه اخرى في اطار اذا كان العقار غير مسجل يجب ديما نقولوا احنا ابرامه لدى اهل الاختصاص اللي هم المحامين او عدول الاشهاد، مع التثبت من انجرار الملكيه والمالك الفعلي للعقار، وتم حتى إمكانية أنه الشاري يمكن أن يعين العقار على العين. مع الأسف في موضوع قضية الحال الشيء هذا كله ما صارش، والمتضرر استغلوا فرصة أنه عايش بالخارج ولا يلم بالإجراءات القانونية، فبذل المبلغ كبير جدا بالطبيعة مع الأسف وانطلق عليه الحيلة ووقع في الفخ، وتبين بأن كل العقود وهمية ومزيفة. 3 مليارات هي عقود لعقارات أراضي فلاحية ولا أملاك معناتها بنايات ولا شنو بالضبط معناتها؟ العقارات أوهمه بأنها عقارات ذات قيمة عقارية عالية في المنطقة السياحية بجربة أو في مناطق التي يمكن أن تكون في المستقبل مناطق سياحية، وعقارات غير مسجلة بمناطق كيف ذات قيمة عقارية عالية برشا، وأوهمه بأنه يمكن أن يتدخل لتسويق الوضعية وبأثمان رخيصة، ولكن الكل في إطار مشاريع وهمية تبين بأنها مشاريع وهمية فانطلت عليه الحيلة ودفع المبلغ المالي هذية. هذه النيابة العمومية بالاحتفاظ بثلاث أشخاص هذوما اللي كنت نحكي لك عليهم. إن شاء الله مسكين يرجعوا له فليساته على القليلة، معناتها ياخذوا بهم عقارات صحيحة وتكون له درس، بالنسبة لي تكون درس للناس الكل معناتها. إن شاء الله زي أملنا ديما مدام اللي النيابة العمومية والقضاء أنه يرد حقوق العباد، وإن شاء الله يقوم المتضرر بالقيام بالحق الشخصي ضد المتهم، وإن شاء الله ترجع لنا نأمل ذلك. ان شاء الله هذا اللي نتمناه. وهو معناتها الى حد الان ثبت التحايل كان على الشخص هذايا، معناتها ما عندهاش سوابق اخرى مع اشخاص اخرين معناتها الشبكه هذايا، ولا مازال في اطار البحث الموضوع؟ يحتمل في اطار مزيد تعميق البحث يمكن ان نكتشف عناصر او اشخاص اخرى او وضعيات مشابهه تمكن بها المتهم الاصلي من التحايل على مواطنين اخرين،
هنا باش نعمقوا البحث وان شاء الله نفيدوكم بالمستجدات اللاحقه ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا سيدة سعد الحر الفضل الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتنا بخصوص الإيقاع بالشبكة. دلست عقود أكثر من 20 عقار تقريبا وتحيلت على أحد المواطنين بالخارج في مبلغ قيمته حوالي 3 مليارات. مرحبا بكم الناس الكل.